ما هي الديون المشبعة؟ وما الفرق بينه وبين الدهون غير المشبعة؟ تتشكل الدهون من أحد أنواع المركبات الكيميائية العضوية والتي تعرف باسم الأسترات، وهذه الأسترات مشتقة من الأحماض الدهنية وتتفاعل مع مادة الجليسيرين لتنتج لنا الدهون الموجودة في الطعام. وعند الحديث عن الدهون يتبادر إلى الذهن أضرارها الكثيرة على الوزن وصحة الإنسان، إلا أن الجسم يحتاج للطاقة التي تأتيه من الدهون، كما لا يفرق الكثيرون بين أنواعها، فمنها الدهون المشبعة وغير المشبعة، وسيتم الحديث بالتفصيل عن الفرق بينهما. الدهون على اختلاف أنواعها موجودة في الكثير من أنواع الطعام المختلفة، وهي مصدر أساسي يوفر الطاقة لجسم الإنسان، كما تساعد الدهون الجسم في استخلاص عدد من الفيتامينات والمعادن، كما تحافظ على توازن درجة الحرارة في الجسم، بالإضافة إلى أنها أحد مكونات جدران الخلايا والأعمدة التي تتمركز قرب الأعصاب. والعديد من الباحثين عن الأطعمة الصحية يتجنبون تناول أي نوع من أنواع الطعام الذي يحتوي الدهون، وهذا الإجراء لا يساعدهم بقدر ما يسبب لهم ضررا لهم، إذ يتوجب عليهم التفرقة بين أنواع الدهون المختلفة ووظائفها. أنواع الدهون في الطعام: تتألف كل أنواع الدهون من بناء كيميائي، والذي لا يختلف البناء الخاص بكل نوع دهون عن غيره اختلافا كبيرا. وتتشكل الدهون من اتحاد ذرات الكربون مع ذرات الهيدروجين. ويختلف التركيب بين أنواع الدهون في أن بعض الأحماض الدسمة تحتوي على رابطة واحدة تصل بين الذرات في الحمض، أما بقية أنواع الدهون تمتلك نوعين من الروابط بين الذرات، وهذه الروابط قد تكون فردية أو مزدوجة. ومن المهم تمييزه أن الأحماض الدسمة التي تمتلك رابطة فردية تعرف باسم الدهون المشبعة، أما الأحماض ذات الروابط المزدوجة يطلق عليها اسم الدهون غير المشبعة. أولاً، الدهون المشبعة: تأتي هذه الدهون بشكل صلب عندما تكون في نفس درجة حرارة الغرفة، وتتوفر الدهون بشكل أكبر في المصادر الحيوانية الغذائية مثل اللحوم الحمراء، منتجات الألبان، وفي مصادر أخرى مثل الزبدة، أنواع من الزيوت مثل زيت النخيل، زيت جوز الهند، بالإضافة إلى كريم جوز الهند والكعك، والمخبوزات بشكل عام والبسكويت. مع أهمية هذه الدهون، إلا أنه لا ينصح بأكلها بصورة مبالغة أو تزيد عن الحد المطلوب، حيث أنها تسبب الزيادة في نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع احتمالية إصابة الشخص بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب. ثانيا، الدهون غير المشبعة: الدهون غير المشبعة والتي تأتي من مصادر نباتية تكون بشكل سائل في مستوى حرارة الغرفة، وتحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من الدهون: الدهون غير المشبعة الأحادية، وغير المشبعة المتعددة، والدهون المتحولة. أولا، الدهون غير المشبعة الأحادية هو أول نوع للدهون غير المشبعة، وتعمل على ضبط نسبة الكوليسترول في الجسم، وبالتالي تقلل من احتمالية الإصابة بأعراض القلب والشرايين. كما تسهم الدهون غير المشبعة الأحادية في ضبط نسب كل من الأنسولين وسكر الدم. ومن أهم الأغذية التي تتوفر فيها زيت الزيتون وزيت الفول السوداني وزبدة الفول السوداني وثمرة الأفوكادو وعدد من المكسرات منها اللوز والكاجو والسمسم والفول السوداني. أما الدهون غير المشبعة المتعددة، فهو الصنف الثاني، والذي يساعد عضلات الجسم على الحركة ويزودها بالطاقة، كما يسهم في عمليات تخثر الدم. وهذا النوع من الدهون لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، فيحتاج إلى الغذاء ليزوده بالدهون اللازمة. وتتألف الدهون غير المشبعة المتعددة من صنفين أساسيين من الأحماض الدسمة، أولها الأوميغا 3، والذي يحصل الجسم عليه من عدة زيوت، أهمها زيت السمك وبذور الكتان المطحونة وزيت بذر الكتان وزيت الكانولا. أما الصنف الثاني من الأحماض الدسمة هو الأوميغا 6، والذي يوجد في مصادر مثل زيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت الكتان وزيت فول الصويا. أما أخيرا، الدهون المتحولة تتشكل أثناء عملية صناعة الأطعمة، والتي تنتج عن من تعريض الزيوت السائلة مع الهيدروجين، وينتج عن ذلك تحولها إلى دهون صلبة أو شبه صلبة، وتعرف هذه الخطوات كاملة باسم الهدرجة. وهذه الدهون المتحولة تسبب ضررا كبيرا في جسم الإنسان، كما أنها خالية من الفوائد الغذائية، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، وتتواجد بكثرة في الوجبات السريعة والأغذية المعرضة للقلي والكثير من أنواع الحلويات.
كيف يمكنه الجسم تحديد ما يحتاجه من دهون؟ لا يوجد نسب محددة بدقة تناسب الجميع، فكل شخص يحتاج إلى نسبة من الدهون بشكل يختلف عن غيره، لكن هناك حد أعلى للتعرض للدهون المشبعة لا ينصح عادة بتجاوزها، حيث يوصي عدد من أخصائيي التغذية وجمعية القلب الأمريكية بأن يتناول الفرد بحد أقصى ما نسبته 6% من الدهون المشبعة خلال اليوم الواحد، أي ما يساوي 13 غرام فقط منعًا، وذلك يساوي 120 سعرة حرارية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية لا ينصح أن يتناول الفرد أكثر من 1% فقط من الدهون المتحولة من مجمل نظامه الغذائي اليومي.